حذرت منظمة تنقيذ الأطفال الدولية من أن الإغلاق الشامل الذي تبنته السلطات اللبنانية لمكافحة تفشي كورونا ويبدأ سريانه الخميس قد يعرض حياة الأطفال والأسر الفقيرة للخطر ما لم توفر لهم السلطات الدعم الفوري. أشار بيان المنظمة إلى أن قرار إغلاق المتاجر من شأنه أن يزيد من أزمة الغذاء التي تفاقمت بإعلان السلطات أمس زيادة أسعار الخبز. أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني حالة طوارئ صحية لأحد عشر يوما متخذا تدابير إغلاق صارمة في ظل تسجيل معدل قياسي للإصابات بالوباء. أيضا في لبنان انشغل الشارع خلال الساعات الماضية بتسجيل مسرب من لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشيل عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وتناول مصير تأليف حكومة الحريري الذي لا يزال معلقا. بدأ عون في التسجيل المصور وهو يكيل التهمان لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالكذب. في المقابل رد الحريري بطريقة مبطنة عبر تغريدتين على حسابه على تويتر مستعينا بالكتاب المقدس. فهل يؤشر هذا الشرخ على مهمة مستحيلة للحريري بالتوصل إلى حكومة ترضي الجميع؟ محاولة دوائر القصر الرئاسي اللبناني التخفيف من وطأة الفيديو المسرب للرئيس ميشيل عون إلا أن تيار المستقبل برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري يعتبر أن كلام عون يهدف إلى إلغاء أي إمكانية للتفاهم مع الحريري وإلى دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة. سعد الحريري مصر على حكومة من المستقلين قادرة أن تكون حكومة مهمة وقادرة أن تعمل إنجاز يوقف التدهور بوضع الاقتصادي والمالي للبنانيين بالوقت اللي عم يحاول جبران باسي العودة إلى الحكم من خلال ثلث معطل أو من خلال إنشاء حكومة أخرى تشبه حكومة حسان دياب. في المقابل يتهم التيار الوطني الحر الرئيس الحريري بتعطيل تشكيل الحكومة لأسباب داخلية وخارجية ويطالبه بإعادة التواصل مع الرئيس عون. ندعو رئيس الحكومة المكلف إلى التفكير بمصلحة لبنان وليس بمصالح الخارج، الإصغاء للناس للبنانيين ولضميره وإبعاد المحرضين وأصحاب المنافع والأحقاد من حوله. مراقبون يرون أن هذا التصعيد في المواقف من شأنه أن يفاقم الأزمة الحكومية في وقت يمر فيه لبنان بأشد المراحل خطورة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. الرئيس المكلف من جهة ليس مستعد أن يشكل حكومة فيها حزب الله وتتعرض للعقوبات أو لعزلة دولية تمنعها من أن تحظى بالدعم الكافي، وبالوقت نفسه حزب الله وحلفاء غير مستعدين عن التنازل قبل أن يكون هناك نوع من الضمانات أو قبل أن يحصل هذا الاتفاق الذي سيشمل ملفات عدة في المنطقة. التطورات الأخيرة في المشهد السياسي اللبناني تعزز القلق على مصير الحكومة الجديدة المناط بها إقرار وتطبيق الإصلاحات الرامية إلى إخراج لبنان من مأزقه. فيما اللبنانيون منهمكون في الاستعداد للإغلاق الشامل بسبب كورونا، تزيد الانقسامات السياسية حول الملف الحكومي من معاناتهم الصحية والمالية والمعيشية. ويليام عزام، الحرة، بيروت. ينضم إلينا من بيروت عبد السلام موسى المنسق الإعلامي لتيار المستقبل وخليل حمادة عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر. مرحبا وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة. هذا تنافر كبير بين يعني لربما أركان التسوية السياسية كلها كنا قد شاهدناه يا أستاذ حمادة خلال الفترة الماضية، يتجلى الآن في هذا التسريب الأخير أم لا؟ هل تسمعني أستاذ خليل؟ أي نعم سيدي. بالتسريب يلي ما يسمى بالتسريب أكيد هو تسريب، ولكن جرى تحويره، واليوم صدر بيان تم استغلال وضع الرئيس كمامة، لأنه اللي قاله الرئيس هو أنه يعني لم قال أعطيناه لائحة، مش أعطانا لائحة. يعني بالفعل يجب احترام عقول العالم، لأنه وصدر قبلا عن القصر الجمهوري بيان بهذا الخصوص
فكيف يمكن أن يقول لم يعطني لائحة؟ قال الرئيس لم معطينا لائحة، ولكن جرى التحوير وقالوا معطانا لائحة. أنت تقول تحوير ولكنه قال كذب. يعني القضية أيضا التي أثارت يعني لربما الشارع أنه الرئيس يقول عن رئيس الحكومة المكلف بأنه كذاب. كلمة كذب عندما أنا لا أريد أن أدخل بهذا السجال، كان الأهم هو الحكومة. ولكن عندما أي شخص بغض النظر عن رئيس الحريري أو أي شخص آخر عندما يقول شيء لم يحصل، يمكنك أن تصف هذا الفعل بأي كلمة كانت، هل هي كذب، هل هي أي كلمة. ولكن الواقع هو أنه لم يسلم الرئيس لائحة إلى الرئيس الحريري كما صرح الرئيس الحريري، وهذا ما قاله رئيس الجمهورية. قال أنه ما أعطينا لائحة، مش ما أعطانا لائحة. بغض النظر أنا لا أريد أن أدخل بهذا السجال، هذا السجال واضح. أن المهم بالنسبة لنا بلبنان اليوم هو المبادرة إلى تأليف الحكومة، لأن الوضع في لبنان لا يحتمل التسويف وتضيع الوقت أكثر من ذلك. والمبادرة يعني الطريقة الصحيحة لتأليف هذه الحكومة هي الاتفاق كما نص الدستور اللبناني بأن رئيس الجمهورية الذي لديه المبادرة، ما زالت مبادرة وصلاحية إصدار مرسوم تأليف حكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي منصوص عنها في المادة 53 التي تقع من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المكلف تبدأ بالمادة 64 التي تنص على أنه يجري الاستشارات ويوقع على مرسوم تأليف حكومة مع رئيس الجمهورية. لذلك هذا التعديل بالمادة 53 كان الأساس والهدف منه بعد تعديلات وثيقة الوفاق الوطني الواقعة في الطائف إشراك رئيس الحكومة السني بالقرار مع رئيس الحكومة بالرئيس مع رئيس الجمهورية المسيحي، كون المادة 53 القديمة كانت تنص على أن رئيس الجمهورية يختار الوزراء ويقيلهم ويسمي من بينهم رئيسا. لذلك الهدف من تعديل المادة 53 هو إشراك رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية بالتأليف، ولذلك جاءت المادة تنص حرفيا على أنه يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 التي تنص على صلاحيات رئيس الحكومة تنص أن رئيس الحكومة يجري الاستشارات النيابية، وهذا أمر مهم، ويوقع مرسوم التأليف مع رئيس الجمهورية. لذلك يجب أن يكون اتفاق بين الرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهذا ما لا يريده يبدو الرئيس الحريري، يريد تأليف الحكومة منفردا. طيب، ولكن هذا الكلام كله يعني لربما بحثناه كثيرا أستاذ خليل. أستاذ عبد السلام أرحب بك. لا يود أستاذ خليل الحديث عن الفيديو الذي أثار الجدل، ونصا ذكر فيه الرئيس يعني تصريحات كاذبة، والرجل توجه إلى تركيا، هذا ما قاله. أنا معك، سأدخل في تفاصيل، سامحني أستاذ خليل، سندخل في تفاصيل أكثر الآن في هذه القضية. هل تود أستاذ عبد السلام الحديث عن هذا أو الدخول في هذا السجال، أم نتجاوز ونكمل في قضية لربما الحكومة أكثر؟ أولا إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. الفيديو المسرب بالأمس من رئاسة الجمهورية هو إهانة لرئيس الجمهورية ولموقع رئاسة الجمهورية، عندما يتم التوجه إلى رئيس الحكومة المكلف بهذا الكلام. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلف بأكثرية نيابية وقام بواجبه الدستوري بالتشاور مع رئيس الجمهورية على مدى 14 اجتماعاً، وقدم تشكيلة حكومية أخذ فيها بعين الاعتبار كل ملاحظات رئيس الجمهورية. اليوم إذ كنا نريد أن نطبق معيار الدستور، هناك تشكيلة حكومية منذ أكثر من شهر في عهدة فخامة رئيس الجمهورية، فليمارس حقه الدستوري بالتوقيع عليها بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف، أو يمارس حقه برفض هذه التشكيلة وإبقاء البلد من دون حكومة مشرعا على أبواب جهنم التي تحدث عنها. المؤسف اليوم أن
فخامة رئيس الجمهورية لا يكترث للواقع الذي وصلته البلاد. سبق الفيديو المسرب من قصر بعبدة مطالعة شاملة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، هي بالفعل مطالعة لرئيس الجمهورية. المفارقة فيها أن رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل يدعي أن لا علاقة له بتأليف الحكومة، فيما تحدث في مؤتمره الصحفي عن تفاصيل كثيرة عن هذا الأمر، مما يدل على أنه رئيس الظل وعلى أنه يشارك مع فخامة رئيس الجمهورية بكل التفاصيل. وكما علمنا أن ما عطل التشكيلة الحكومية مؤخرا هو محاولة رئيس الجمهورية الحصول على ثلث معطل للوزير جبران باسيل وللتيار الوطني الحر. أضف إلى ذلك أن المشكلة اليوم هي شخصية تخص الوزير باسيل، الذي ليس باستطاعته أن يستوعب اليوم أنه سيكون خارج هذه الحكومة. عمل كثيرا ليقول أن هناك معادلة سعد وجبران، وأن الطريق سعد الحريري للعودة إلى رئاسة الحكومة ستكون طويلة، لكن مجرد أن وصلت المبادرة الفرنسية وتعاون معها الجميع ووافق عليها جميع الأطراف في الاجتماع في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنصل الوزير باسيل من هذه المبادرة، وهناك اليوم انقلاب حقيقي على المبادرة الفرنسية ومعايير المبادرة الفرنسية. وأكثر من ذلك وأخطر من ذلك، هناك انقلاب على الدستور وعلى اتفاق الطائف وتشريع البلاد أمام المجهول في هذا الوقت. لا يمكن أن نفهم كيف يمكن لفريق رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية الدستور وعلى حماية دستور الطائف أن يطل فريقه السياسي اليوم بالحديث عن محاولات لتغيير اتفاق الطائف في بلد يشهد لا استقرار اقتصادي ولا استقرار اجتماعي، وفي ظل وجود فريق مسلح يمكن أن طيب انقطع الصوت معك أستاذ عبد السلام. كنت أود أن أتوجه إلى أستاذ خليل. أصلا أستاذ خليل، سمعت لما قاله أستاذ عبد السلام، القضية أعتقد أنها ليست قضية جدل بسيط يعني أو سجال، هذه قضية مهمة جدا. وهل نستطيع القول بأن تسوية المستقبل الوطني الحر خلاص انتهت وسقط معها التأليف، وبالتالي هذا يهدد لربما بخروج المكون السني من المعادلة أم لا؟ يبدو سيدي أن ضيفك أصبح الدستور بالنسبة إليه وجه نظر. أولاً البدء التي تبدأ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تبدأ بالمادة 64، تقول يجري استشارات نيابية لتأليف الحكومة ويوقع على مرسوم تأليف مع رئيس الجمهورية. أولاً رئيس الحريري لا يستشير أحد وليس لديه وحدة معايير في تأليف الحكومة، وهذا ما يعترض عليه الرئيس، لأن الرئيس الحريري يعطي الحق للثنائي الشيعي باختيار وزرائه، يعطي الحق لفرقاء آخرين باختيار وزرائه، ولكن بالنسبة إليه رئيس أكبر الوزير باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية. لذلك استنادا إلى الدستور اللبناني، وأنا يعني بطلب من ضيفك الكريم يراجع الدستور بيفرض على رئيس المكلف أنه يقوم باستشارات نيابية. لذلك عندما يريد الرئيس الحريري عدم احترام وحدة المعايير المنصوص عنها بالدستور، لأن المادة 95 تقول أن على الطوائف أن تمثل بعدل بطريقة عادلة بمجلس الوزراء، يعني لا يستشير أحد ويريد تأليف الحكومة منفردا ويضع اللوم على الآخرين. وكأن الرئيس الحريري اليوم عندما أتى على الحكم لنتذكر أن الأزمة الواقعية المالية والاقتصادية التي نحن نعيشها اليوم بدأت مع حكومة الرئيس الحريري السابقة، وليس هناك من بشكل شخصية. وعندما يتحدث بالدستور رئيس الجمهورية بمجرد مادة 49، هو رئيس البلاد يسهر على احترام الدستور، وإذا كانت أي تشكيلة أو أي عمل يقوم به رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة يناقض أحكام الدستور، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يوقع على المرسوم. أضف إلى أن المبادرة عند رئيس الجمهورية ما زالت لديه، وتوقيع وإصدار المرسوم لا زال عند رئيس الجمهورية. لذلك ليتفضل الرئيس المكلف وليتشاور ويتفق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة النيابية، وأنا أكفر لك أنها تصدر خلال 24 ساعة. طيب
طيب تفضل بالرد يا أستاذ عبد السلام. وأيضا نقطة مثيرة للاهتمام، سيستمر رئيس الحكومة المكلف أم سيعتذر؟ الدعوة الأخيرة كانت من جبلاط وقال له أن يعتذر، العلاقة لم تبدو لربما على أحسن أحوالها ما بين الرجلين، ولكن من الذي يمكن أن يكون شريكا للحريري الآن؟ يعني إن مضى قدما بالفعل بما يريده، وإلى أي مدى الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها ستكون بعيدة عن الاتفاق السابق بينه واتفاق بينه وبين العهد، يعني سيكون بعيد جدا، لن تنجح. أولا ضيفك الكريم يقول الشيء ونقيضه، لا أدري على مدى 14 اجتماعا ماذا كان يفعل الرئيس المكلف مع فخامة رئيس الجمهورية، وكان بعد كل اجتماع يتحدثون عن الأجواء الإيجابية، إذ كان لم يكن هناك تشاور على مدى 14 اجتماعا، ما الذي كان يحصل؟ تمام. في خصم أعطي بعد ذلك؟ أعطي الرد، أعطي حق الرد على هذه النقطة حتى لا نغفلها، حتى لا نغفلها. 10 ثواني رد إذا تكرمت يا أستاذ خليل. طيب أعطي رد 10 ثواني، تفضل أستاذ خليل، 10 ثواني فقط. شو كانوا عم بيعملوا؟ 14 لقاء. سيد، ليس بوارد تشكيل الحكومة اليوم، لنكون صريحين، لأسباب داخلية، لأنه لا يريد أن يواجه الأزمات، لأن بكورة أعمال الحكومة اليوم هي رفع الدعم، وهي تفلت سعر الدولار، سعر الصرف، يريد لذلك اليوم. تمام. لا حكومة تصريف تريد أن تبادر إلى رفع الدعم. أكمل يا والرئيس. طيب. الحريري. شكرا يا سيدي. تفضل. واضح. تفضل يا أستاذ عبد السلام، تفضل، أخذت الرد حضرتك. طبعا اليوم المطلوب من فخامة رئيس الجمهورية أن يكون حكما بين اللبنانيين وليس طرفا. المشكلة اليوم في البلاد، معضلة البلاد الرئيسية، أن هناك رئيسين، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل انتخاب رئيس الجمهورية ميشيل عون قال جملته الشهيرة أننا نريد انتخاب رئيس وليس رئيسين. المشكلة اليوم أن هناك رئيسين، رئيس جمهورية ميشيل عون ورئيس الظل جبران باسيل. والمشكلة الأكبر أن التيار الوطني الحر يمعن ويصر على تحويل رئاسة الجمهورية ومقر الرئاسة الأولى إلى مؤسسة حزبية وليست إلى الموقع الأول بين اللبنانيين. المطلوب اليوم رهان اللبنانيين اليوم على حكمة رئيس الجمهورية بالنظر إلى وضعهم، بأن يكون متصالحا مع نفسه، وهو الذي تحدث منذ أشهر أن لبنان ذاهب إلى جهنم، أن يدعو كل الأفرقاء إلى التواضع، وفي مقدمهم صهره الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر، كي يتم تشكيل هذه الحكومة للذهاب إلى معالجة الانهيار الحاصل. طيب. وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. سيد. وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت. طيب، سيعتذر الحريري أم لن يعتذر الحريري؟ يبدو بأنه بشبه اعتكاف، لم يكن هناك أي لقاء منذ فترة الأعياد ما بينه وما بين الرئيس، وهناك دعوات لاعتذاره عن التكليف، سيعتذر ولا لا؟ فليطمئنوا، الرئيس الحريري لن يعتذر، وهو مستمر في مهامه لتشكيل هذه الحكومة شاء من شاء وأبى من أبى. هو مكلف بحكم الدستور وبحكم أكثرية نيابية، ومن باستطاعته تنفيذ انقلاب على الدستور وعلى الأكثرية النيابية فليقم بذلك. هو مستمر بمهامه ولن يتخلى عن هذه المسؤولية، لأن لبنان بأمس الحاجة إلى هذا الأمر، وهو اليوم في هذا الوقت الضائع يقوم بكل الاتصالات اللازمة مع الدول الشقيقة من أجل إنقاذ لبنان. تفضل يا أستاذ خليل، رد بعشرين ثانية وإجابة على سؤال، هل بات من الواضح أن الرئاسة لم تعد ترغب بأن يكون سعد الحريري رئيسا للحكومة، لن توافق على ذلك؟ لا، بل بالعكس، رئاسة الجمهورية هي تدعو الرئيس سعد الحريري إلى الالتزام بأحكام الدستور وتأليف حكومة وفق أحكام الدستور، بما معناه أن يجري الاستشارات بوحدة معايير مع جميع الفرقاء، أن يتم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية، أن يتم احترام التوزيع الطائفي في الوزارات، وهذا هو الطائف، لنذكر أن الطائف الذي تسمونه الطائف هو وثيقة اتفاق وطني بين اللبنانيين جرى توقيعه بالطائف. شكرا. لذلك الوفاق
يعني هو باب الحل وباب تشكيل الحكومة. شكرا جزيلا لك خليل حمادة، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، وشكرا لك عبد السلام موسى المنسق الإعلامي لتيار المستقبل. شكرا جزيلا.